اختتم أمس منتدى الصحافة الإلكترونية في دورته الرابعة وسط جمهور إعلامي كبير وتكريم لأبرز الشخصيات والمواقع التي كان لها تأثيراً واضحاً في عالم الإنترنت في مصر والوطن العربي خلال عام 2014. الصحافة الإلكترونية صحافة شابة وصحافة جديدة وناشطة جدا ومهمة جدا، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث لها نوع من أنواع التقييم، بمعنى أن يبقى لها معايير قيمية ومهنية ومعايير قانونية حتى. ده اللي نأمل أنه خلال الفترة المقبلة أو السنوات المقبلة، لأن حضورها قوي جدا ينبغي أن يكون لها قوانينها وينبغي أن يكون لها ممارساتها المهنية. خلال حفل الختام تم تكريم الكاتب الصحفي الكبير رجاء المرغني والإعلامية الإماراتية منى المري، كما أعلن المنتدى عن أسماء الصحفيين الفائزين بجوائز المنتدى عن أعمالهم لعام 2014 والتي تنافس عليها 2700 صحفي مصري وعربي. العلاقات بين دولة الإمارات ومصر ليست بغريبة ولا تقدر لا بكلمات ولا نستطيع أن نختصرها بالكلمات. علاقتنا قوية وأبدية. أننا في دولة الإمارات نعلم ونرى المستقبل ومستقبل الباهر لجمهورية مصر، وإن شاء الله مصر ستعود دائما بقوة وستكون أفضل من حالها السابق أو حالها الحالي. وتقديرا لأدائه المتميز ومحتواه الفريد، نال موقع NBC.net المركز الأول كأفضل موقع منوعات عربي لعام 2014. بهديها لكل اللي بيشتغلوا في الموقع، محررين ورؤساء أقسام في السوشيال ميديا، في الاي تي، في الديزاين، فريق كبير جدا بيشتغل. وبما اننا في NBC مصر وبرنامج صباحك مصري له معزه خاصه جدا في قلبي، فانا عايز اصبح على سهام وهشام واقول لهم وشكوا حلو على الموقع، وان شاء الله دايما NBC في العلالي ان شاء الله. على الرغم من التأثير المتزايد للإنترنت كوسيلة إعلامية مهمة، إلا أن العاملين فيها في مصر وكذلك في الوطن العربي ما زالوا لا يمارسون حقهم بأكمله، ولعل هذا الملتقى في دورته الرابعة يكون بصيص الأمل لكل هؤلاء المجتهدين في هذا المجال. آية الأبنودي، NBC مصر.